ولا الشعب وشكون الباب الغريب واش يبغينا حاليا الممرض الشارع يعني للمطالبه بالعداله الاجريه. هذا هو العنوان الكبير لهذه النضالات اللي كتشوفوها على مستوى المغرب كامل. الممرض ينتفض لانه منذ 2006 لم تكن هناك اي زياده في الاجر الممرض، علما ان في 2006 كانت هناك زياده ديال 100 درهم. اذا لا يعقل ان هذا الممرض اللي دار مجموعه ديال التضحيات، اعطى شهداء، اعطى مرضى، اعطى عاهات مستديمه علاش على ود المصلحه العامه ديال المغرب، التالي يتم تنكر له. حوارات متعدده يتم تنكر لهذا الممرض، هذا اخرها حوار 2022 فبراير 2022 تمت الاستجابه لجميع الفئات ما عدا الممرض وتقني الصحه. هنا نندد بهذا الوضع، وحاليا هذا الحوار الذي يدار حاليا في وزاره الصحه نطالب رئاسه الحكومه بالالتزام بوعودها الانتخابيه، كذلك نطالب مكتبنا الوطني في النقابه المستقله للممرضين وتقني الصحه بانه ينتزع المطالب التي من شانها ان ترقى الى انتظارات الممرض وتقني الصحه، لاننا لن نرضى مجددا بالفتات. كذلك يعني نرفض كل اشكال المزايدات على النقابه المستقله للممرضين. النقابه المستقله للممرضين هي نقابه الحوار عندما يكون الحوار جادا، وهي كذلك نقابه الشارع عندما يحتاج الامر الى ذلك. اليوم قام مجلس التنسيق الجهوي للنقابه المستقله للممرضين بالجهه بهذه الخطوه الاحتجاجيه اللي هي عباره عن وقفه جهويه مصحوبه باضراب جهوي باستثناء اقسام الانعاش والمستعجلات والولاده. هذه الخطوه كتجي كخطوه انذاريه للوزاره الوصيه اللي هو وزاره الصحه على الاقصاء اللي طال الممرضين السنوات الماضيه في مجموعه من سلاسل الحوار، واخرها هو جوله الحوار ديال 24 فبراير 2022 اللي اسم الاستجابه لجل مطالب الفئات الاخرى عبر زيادات مهمه في الاجور الى الممرض اللي تقصى وخرج بصفر مطلب مالي من هذا الحوار. وحنا اليوم كنطالبوا الوزاره انها تدارك هذا الاقصاء اللي طال الممرض طيلة السنوات عبر انصافه، انها تكون 2024 هي سنه انصاف الممرض ان شاء الله. وهادشي كلشي كيعرفوا الوزير قرب هادشي في مجموعه من الخارجات بان الممرض يجب انصافه اولا عبر الرفع من الاجر الثابت للممرض. هادشي اللي كنطالبوا به حنا كممرضين وتقني الصحه، الرفع من الاجر الثابت عبر عداله اجاريه كتضمن الانصاف التعويض الاخطار. حنا كنعرفوا ان الممرض كيتلقى واحد التعويض هزيل على الخطر عكس باقي الفئات من خلال تحسين وتجويد شروط الترقيه وتوحيدها اللي كتعطينا واحد الكوطا ديال 14% هما اللي كيجتازوا هذه الترقيه، وهي هي هي كوطا مجحفه جدا في حق الممرض اللي كيشتغلوا وفق خصوصيه اللي قررت بهذه الخصوصيه وزاره الصحه والحكومه من خلال انصاف ضحايا المراسيم. كانوا خصوصا المرسوم ديال اتفاق 2017 اللي خلف مجموعه من الضحايا وكنطالبوا بالانصاف ديالهم جميعا. وحاجه اخرى هو انه خلق اطار عالي للممرضين طلبه الماستر المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، ومجموعه من المطالب الاخرى منها اعطاء تعويضات عادله للطلبه الممرضين اللي كيشتغلوا في المستشفيات في فتره التدريب، وهذا الشيء كامل من خلال عداله اجاريه للممرض. وكنتمنى ان تكون 2024 وهذه الخطوه انذاريه ان تخلي الوزاره تستجب للمطالب الممرض وتكون سنه 2024 هي السنه ديال انصاف الممرضين. احنا ما منصوفينش، احنا همشونا مهمشين، احنا من السبعينات وحنا خدامين الى يومنا هذا ما تنصفناش. والمرسوم احنا ما دخلوناش فيه، احنا مهمشين كاننا ماشي احنا ممرضين، وحنا ما عمرنا ما استفدنا من شي من شي من شي استفاده اللي كيستافدوا فيها الممرضين والتقنيين. وهذا ما عمر الاعدادي مسكين كان مهمش، ولهذا فاحنا كنطالبوا ترقية استثنائية بأثر رجعي من 2017 للمزاولين والمتقاعدين، والتعديل ديال المرسوم ديال 1993. حنا بغينا هذاك المرسوم يتعدل، وحنا كنطالبوا باش بالاجر ديال الموظفين والتقنيين يتعدل، لان حنا في الاخطار المهنيه مهمشين، حنا اللي مقرب للمريض، واخا كاين الطبيب وحنا
حنا مع الطبيب راه يد وحده، حنا اليد اليوم هما اليد اليسرى، يعني حنا بلا بينا ما يخدموش وبلا بيهم ما نخدموش حنايا، حنا بيناتنا المريض، يعني الى جا خطر غيجي الفئه كلها، التقني والممرض والطبيب وكل شيء، يعني ديك الاخطار المهنيه راه خصها تقاد مزيان، لان الانسان الى خرج بشيعاها حنا تقني الصحة، تقني الصحة، يعني كنطالبوا من وزارة الصحة تقاد الأمور ديالنا كاملة، جميع الممرضين، جميع التقنيين، جميع الفئات الممرضين والتقنيين، وحنا كنشكروا النقابة المستقلة اللي دعاتنا باش نوقفوا معاها، وهي سندتنا وسندوها ونساندوا جميعا، حنا كنساندوا جميع الممرضين من طنجة للقويرة، وحنا يد وحدة، وتحية نضالية للجميع. والممرض العطاوي الممرض العطاوي.